يلا رابط ريفيجن كده على الرد، رابط ريفيجن. لا انا عاوز هدوء، عاوز هدوء، وعينك معايا وعايزك متقلب اسرع مني. الرد جزئين، ايه ايه؟ لازم اسيف السيل ثلاثة. الفيزيكال بروبرتس، أولات يا دكتورة. الفيزيكال بروبرتس أول حاجة الكلر، كلر الدم كان أوبيل، وبعد ما الهيموليس بيبقى كريم، الأرتيريال كان برايت ريد، الفينوس كان دارك ريد، سبيسيفيك جرافيتي في أر بي سيز 1090، الدم كله 1060، البلازما 1030، فيسكوستي كانت بسبب بلاد سيل وبلازما بروتين، الفيسكوستي بتاع الدم كله 5 مرات قبل المية ومرتين لو بنتكلم عن بلازما. لازمة الفيسكوستي انها تحافظ على ارتيريال بلاد بريشر، بي اتش بتاع الارتيريال كان 7.4، بتاع الفينوس 7.3. الاوسموتيك بريشر نوعين، يا كريستالويد يا كولويد. الكوليسترول بسبب كريستالويد، افكتيف ولا نوت؟ نوت افكتيف. الكولويد بسبب بلازما بروتين مينلي وافكتيف، لان البلازما بروتين موجوده جوه الوعاء. البلازما كانت شبه الاكسترا سيلولار فلويد ما عدا البروتين كونتنت اللي في الدم بيبقى 8 والنسيج بيبقى 2. تركيب البلازما كان ووتر 90%، بروتين 8%، اورجانيك 1.1، انورجانيك 9.0. بلازما بروتين 4، البيومين جلوبولين فايبرينوجين بروثرومبين، اعلى تركيز البيومين كلهم بيتصنعوا في الليفر ما عدا بيتا جلوبولين، بيتصنع بلازما سيل من المسؤول عن المينتيننس اوف كولويد اوزموتيك بريشر البيومين. من اللي ديفنس ميكانيزم جلوبولين، من اللي بيلعب دور في التجلط فايبرينوجين وبروثرومبين والفيسكوستي فايبرينوجين. من اللي انواع جلوبولين ايه على جي ريشيو، مين في البسط مين في المقام؟ جلوبولين في المقام الرقم 1.2 و1.7. امتى تقل الايه على جي ريشيو؟ لو البسط قايل او المقام زاد، المقام بيزيد في حاله انفكشن. البسط بيقل لو في ليفر ديزيز لان التصنيع هيقل، او ده نقص البروتين انتيك لان هيبقى حاله مال ابسوربشن او مال نيوتريشن او نيفروزس اللي هيخرج البيوم، او بيرن برضو اللي هيخرج البيوم. اول وظيفه للبلازما بروتين اسيد بيس بالانس اللي هي البفر، لانها اكت از اسيد كومبايند ويز بيس، فتكون بروتينك اسيد وصوديوم بروتينين. مين مسؤول عن البروتين؟ فايبرينوجين وبروسترون. امال فيسكوستي؟ فايبرينوجين وجلوبولين. امال الاميونيتي؟ جاما جلوبولين. واللي كانوا مسؤولين عن الفيسكوستي هم اللي مسؤولين عن دي اس ار نيوتريشن. خلاص الاوزموتيك بريشر، بالنسبه للاوزموتيك بريشر كانت الافكتيف كام؟ 22. وكان المسؤول عن الاوزموتيك بريشر هو مين؟ البيومين. هيميوستاسيس معناها ستوبج اوف بليدنج فروم انجرد فيسل، كان بخمس ميكانيزمات: فازو كونستريكشن، بريتل بلاد فورميشن، بلاد كلوتنج، بلاد ريتراكشن ريلي. بالنسبه للوكال فازو كونستريكشن لما الوعاء الدموي ينصاب جداره بيجي بسبب: واحد لوكال مايوجينيك، اثنين لوكال اكسون، ثلاثة سيتونين وثرومبوكسان اي دول اللي طالعين البريتل. بعد كده لما الوعاء الدموي ينصاب مين يتشال؟ فيتوسيل، مين اللي يبان؟ كولاجين. بينزع عليه بليتل، بس لازم الاول اكتيفيشن ادهيشن ثم اجريجيشن. مين اللي بيعمل اكتيفيشن؟ اربع كلمات: سويل، سودوبون، بروتين كونتراكت وتطلع فاكتور. ثم اللي يعمل ادهيجن بتبقى ستيكي ويمسك، يا مع الجدار يا مع الفون والبراند. بداية الاجريجيشن بقى هطلع مين واطلع مين؟ اي دي بي وثرومبوكسان اي 2. بلاد كلوتنج هنقولها. بعد كده الكلات ريتراكشن، كلات ريتراكشن معناها الجلطة هتبقى اصغر واليومن هيبقى اضيق والجلطة تبقى اجمد بسبب الريتراكتو سايم اللي طالعه في البليت، والكونتراكشن بتاع البروتين اللي في البليتلت نفسه اللي كان اسمه اكتين وميوسين وثرومبوسينين. والريبير نتيجه عامل طالع من البليت اسمه بليت درايف جروس فاكتور اللي بيعمل ريبير كامل بقى من اسبوع لاسبوعين. مين اللي كان ضد الكوكس؟ اسبرين. سمول دوز ولا لارج دوز؟ سمول دوز، يبقى ضد الكوكس فيمنع تكوين ثرومبوكسان اي 2 فيمنع تكوين الجلطه. كم عامل تجلط في الدم؟ 13. ارقامنا معرفه 12، ارقامنا 1 ل 13، مفيش 6.
كلهم بيدوروا في الدم ما عدا ثلاثة، كلهم موجودين بصورة انأكتف، كلهم بيتصنعوا في الليفر ما عدا ثلاثة بتعدشوا وأربعة اللي هو الكانسر. عشان تعمل تجلط كون بروسترومبين اكتيفيتور اللي بيحول لك بروسترومبين عشان نكون البروسترومبين اكتيفيتور بطريقتين، يا هي ايه؟ اكسترنسك يا انترنسك. مبدئيا اكسترنسك لازم يبقى فيه تيشو انجري او تيشو دامج اللي يطلع فاكتور 3، فينشط فاكتور 7، فينشط فاكتور 10، ينشط 5 مع كالسيوم مع تيشو فوسفوليبين يدينا بروسترومبين اكتيفيتور. امال بالنسبه للانترنسك كونتاكت ويز رقص سيرفيس اللي ينشط فاكتور 12 اللي ياكتف 10 مع 5 مع كالسيوم مع بليتلت يبقى بروسترومبين اكتيفيت. يبقى مين اللي بيبدا بعامل مش موجود اصلا في الدم؟ اكسترنسي بيبدا بانجري البلاد فيسل، وبيحصل فين بس؟ فيفو. بما انه 3/7/10 يبقى سريع ولا بطيء؟ سريع. مدته من 12 ل 16. امال مين اللي كل عامله في الدم؟ الانترنسك، وبيبدا بكونتاكت ويز راف سيرفيس، وبالتالي ممكن يحصل بره الجسم او جوه الجسم، طويل فيبقى بطيء، بياخد من 3 ل 6 دقائق. كونت بروسترومبين اكتيفيتور اللي يحول لي بروسترومبين لسترومبين، يجي السترومبين يحول فايبرينوجين للسولابول فايبر، يجي فاكتور 13 مع الكالسيوم يحول السولابول للسولابول. يبقى الكالسيوم بيلعب دور في كل الخطوات ما عدا اول اثنين في الانترنس. في عدم وجود الكالسيوم مفيش تجلط. الكالسيوم من كام لكام؟ 9 ل 11. هل ينفع مستوى الكالسيوم في الدم يقل لدرجه توقف التجلط؟ لا، لان قبلها تكون انت موت. يعني ايه سيره؟ بلازما من غير عوامل التجلط. ايه الفرق بين البلازما وبين السيرم؟ مين موجود مين موجود مين مش موجود؟ بروسترومبين وفايبرينوجين موجود في البلازما مش موجود في السيرم. فاكتور 5 وفاكتور 8 بلازما سيرم لا، سيروتونين سيرم بلازما لا. كنا بنمنع الجلطه جوه الوعاء بالاندوثيليوم يبقى سموث وعلى سطحه طبقه من جلايكوكالكس وموجود بروتين اسمه ثرومبوموديولين، والفايبرين كان بيمسك 85 ل 90% من الثرومبين، وعندنا انتي ثرومبين 3 والهيبرين والفيلوسيتي ووجود الكلوتنج فاكتور بصوره ان اكتف والفايبرينوليتك سيستم اللي كان بيبدا ببروتين اسمه بلازمينوجين اللي كان بيتصنع في الليفر ويتنشط بتيشو بلازمينوجين اكتيفيتور فيتحول الى بلازمين اللي بيكسر الفايبرين والفايبرينوجين 5 و8 و12 وبروسروم، وهو نفسه بيقف بالفا 2 بلازمين انهيبيتور. مين اللي كان الامثله اللي زيه؟ جينيتيكالي انجينيرد بتاع كوروناري بتاع الستريبتوكوكاي ستريبتوكاينيز واللي من البول يوروكاينيز. الانتي كواجلانت هي مواد يا اما بتمنع التجلط يا اما بتاخر التجلط. انتي كواجلانت ان فيترو دي بتبقى بره الجسم ولا جوه الجسم؟ بره الجسم. اول حاجه كول او يبقى الانبوبه مبطنه ببارافين او سيليكون عشان ما تاكتفش فاكتور 12، او مواد تشيل كالسيوم زي البوتاسيوم اوكسالات بيرصب صوديوم سيترات بيحوله لانايونايزد والايليتاكيليت، ومعانا الهيبرين. انما اللي جوه الجسم يا هيبرين يا دايكيومارول. الهيبرين اول ما اكتشفناه في الليفر هو عباره عن ميوكوبوليساكرايد، ما ينفعش اورال يتاخد بارنترال، وقلنا ان هو بيبدا بعد دقائق وشغله معاك يبقى من 4 ل 6 ساعات، وبيكسر الهيبرينيز اللي طالع من الليفر جرعته 10,000 وحده كل 6 ساعات، والتست كواجوليشن تايم والرقم 15، والمضاد ليه بروتامين سلفيت اللي يبقى الكترو بوزيتيف، والهيبرين انتي 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 فايبرينوليتك انتي بروسترومبين اكتيفيتور انتي بروسترومبين انتي ثرومبين فايبرينوليتك. بالنسبه للدايكيومارول بلانت ولا انيمال؟ بلانت. عشان كده هو فين؟ ان فيفو بس، بيتاخد اورال، والتست بروسترومبين طالع يشتغل بعد
فتره بس يفضل شغال فتره طويله، وكان شغال ضد فيتامين كي، يعني يمنع 2 و7 و9 و10 يبقى علاجه فيتامين كي. انيمال ان اوريجين ده هيبارين، بلانت ان اوريجين دايت يومارول، هيبارين يبدا بعد دقايق ويفضل شغال من 4 ل6 ساعات، انما الدايت يومارول يبدا بعد يومين ويفضل شغال كذا يوم. هيبارين يتاخد اي في او اي ام بارنترا للدايت يومارول اور الهيبارين انتي، انما الدايت يومارول ضد فيتامين كي الهيبارين فيفو فيترو، الدايت يومارول فيفو بس. الدوز تيست في الهيبارين كواجوليشن، دايت يومارول بروثرومبين، الانتي دوت في الهيبارين بروتامين سلفيت، والدايت يومارول فيتامين كي. عدد الثرومبوسايت كان 150 يتصنع فيه ومر ويتكسر فيه سبرين، وفترة العمر 10 ايام، ولو حصل اي خلل في بليتت يعمل هيموراجيك ديس اوردر اللي كانوا 3 يا باربرا، يا فيتامين كي ديفيشنسي يا هيموفيليا. الباربرا يا بليدنج ديزيز بيكون في حاجه اسمها البي تي كي اي تبقى تحت الجلد، والباربرا نوعين يا ثرومبوسايتو بينك يا ثرومبو سيستيني، ثرومبوسايتو بينك نتيجه نقص نمبر اقل من 50,000، يا اما نتيجه نقص التصنيع يا اما نتيجه زياده التكسير ونقص او خلل الوظيفه بنسميه ثرومبو اسيستيني، ولكن الكاونت بيبقى نورمال. الباربرا بيبقى البليدنج تايم فيها برولونجد، بينما الكوايجريشن تايم بيكون نورمال. ايه اللي بيخلي فيتامين كي ال؟ نقص امتصاصه بسبب يا اوبستراكتيف جوندس يا انتستاينال ديزيز، يا نقص تصنيعه يعني البكتيريا مش موجوده، يبقى نيوري بورن انفانت او انتيبيوتيك او تسمم دايت يومارول او ما بيتاخدش في الاكل. ولو حصل نقص في فيتامين كي مين اللي هيقع؟ 2 و7 و9 و10 الهيموفيليا 6 لينكد، بيتنقل من مين لمين؟ فيميل للميل، وبالتالي ما بيجيش في الفيميل. الكواجوليشن تايم بيبقى برولونج، والبليدنج تايم بيبقى نورمال، والهيموفيليا نقص عوامل التجلط كام وكام وكام؟ 8 و9 و11، نقص 8 يبقى هيموفيليا A، نقص 9 يبقى هيموفيليا B، نقص 11 يبقى هيموفيليا C. لما نيجي نقارن بين الهيموفيليا والباربرا، الهيموفيليا لو مرض وراثي لما الباربرا نط انهرت، الهيموفيليا يجي ميل، الباربرا ميل والفيميل، الهيموفيليا نقص 8 و9 و11، باربرا نقص صفائح كعدد او خلل كوظيفه. انواع الهيموفيليا هي A وB وC، انواع الباربرا ثرومبوسايتوبينك واسيستينك، البليدنج تايم بيكون برولونجد بالباربرا بينما نورمال بالهيموفيليا، الكواجوليشن تايم بيبقى برولونجد بالهيموفيليا ونورمال في الباربرا، والكلات ريتراكشن في الهيموفيليا نورمال بينما في الباربرا سلو. الاريستروسايت كانت نون نيوكليت سيركل باي كونكيت، عددها في الميل 5 و2، في الفيميل 4 و7، يوري بورد 7، جوه فيه ووتر وهيموجلوبين وبوتاسيوم وبايكربونيت كربونيك انهيدريز والجي 6 بي دي. اين يتم تصنيع كرات الدم الحمراء؟ في اول اسابيع يوريك ساك، في الميدل ترايمستر ليفر وسبلين، في اللاست ترايمستر بول مارو، بعد كده في التشايلد هود في الريد بول مارو، بعد سن ال20 الريد بول مارو موجود فقط في الفلات والاند بتاع اللونج. فانكشن اوف اريستروسايت، يا اما حاجه تسبيراتوري اللي هي بتشيل، يا اما وفرنج اللي هو الهيموجلوبين. اهم حاجه الفانكشن بتاع الكبسول، الشكل بيبقى باي كونكيف، وده بيزود سيرفيس اريا. الكبسول ايه مش ايه؟ لاستيك بطاط الاستيك، سايبه من جوه كربونيك انهيدريز جوه، تعدي مين بالتعادل مع مين؟ باي كربونيت مع كرو، تخلي مين دايما بره؟ صوديوم، وعايزه تخلي مين دايما جوه؟ البوتاسيوم والهيستامين والهيموجلوبين، لان الهيموجلوبين لو طلع بره هيتكسر ويدينا بيجمنت او يزود الاوزموتيك بريشر او يسد انابيب الكليه فيعمل انيوريا. فتره عمر كرات الدم الحمراء 120 يوم، بتتصنع فيه بول مارو، بتتكسر فيه تيكلو اندوثيليا، تصنيع كرات الدم الحمراء اسمه
ريسترو بويز العوامل بتتحكم فيه. اول حاجه بون مارو، لان لازم هيلسي بون مارو. لو البون مارو بقى ديستروي بيتكسر بايه؟ راديشن، توكسين، توكسين ونوع الانيميا بلاستيك انيميا الاوتو ليك او الهايبوكسيا. تعمل اريثروبويسيس تزود اريثروبويس لانها بتزود هرمون اسمه اريثروبايوتين هرمون اللي بيتصنع من الكيدني ويعمل استيميوليشن للار ان اي بروتين اوف هاي بايولوجيكال فاليو مهم للجلوبال ايرن مهم للهيموجلوبين. كات الكبر بيبقى كاتاليست الكوبالت بيحفز ريثروبايوتين ومحتاجين فيتامين ب 12 وفيتامين سي ب 12 والفوليك اسيد اسمهم ماتوريشن فاكتور ب 12 فورميشن اوف دي ان اي ومايلينيشن عشان يمتص محتاج انترنسك فاكتور يجيله من الصومر ولما يمتص فعلا يمتص في التيرمينال ايليا ويتخزن في الليفر. الكوزس اوف ديفيشنسي يا نقص الانترنسك يا مرض في الايليوم يا مرض في الانتستين يا ما بتاكلوش. نقص بي 12 اسمه برنيشوس انيميا والبرنيشوس انيميا ماكروسيتيك ونيورولوجيكال مانيفستيشن. كبدك مخزن 1000 ضعف الكمية اللي انت محتاجها في اليوم اللي هي كام؟ 1 مايكروجرام. الفوليك اسيد وظيفته دي ان ايه وار ان ايه. نقصه بيعمل ماكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. نقص فوليك اسيد يتعالج. الفوليك اسيد نقص بي 12 يتعالج. بي 12 مع فوليك اسيد بس بلاش فوليك اسيد بس لانه هيسحب بي 12 من الاعصاب فيحسن اعراض الدم يزود اعراض نيورولوجي. الليفر بيخزن مين ومين ومين ويصنع مين ومين؟ بيخزن بي 12 وايرن وكبر وبيصنع الجلوبين وبالتالي الخلل فيه يؤدي الى انواع مختلفه من الانيميا. الهرمون اريثروبايوتين ايه اللي كان بيحفز اريثروبايوتين؟ بليدنج هايبوكسيا الكالوزس 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 كوبالت اندروجين كاتيكولامين. بعد كده السيروكسين نقص السيروكسين كان بيعمل مايكروسيتيك هايبوكروميك والاندروجين بيحفز الريثروبايوتين وده السبب اللي مخلي الميل اكتر من فيميل. الايرن الايرن كان بيمتص في الابر بارت اوف سمول انتست ثم يجي له الابو ترانسفيرين يتحول الى ترانسفيرين ولصوره الامتصاص. انما لما يتخزن بيمسك مع ابو فيريتين ويتحول لفيريتين ولصوره التخزين. كم الحليب في الجسم 4 جرام اكتر كم موجود في الهيموجلوب. الفاكتورز افكتنج الابزورب وجود عوامل مختزله زي مين؟ اسكوربيك اسيد والاسيرت اللي بتعمل ايونايزيشن والكالسيوم اللي بيشيل الفوسفات. وكم اللي انت كلته وكم اللي انت محتاجه وكم الاب وترانسفيرين. الانيميا نقص مين؟ يا اما مين قال ار بي سيز يا اما الهيموجلوبين نفسه اكوردنج تو سايز والكونتنت نورمو نورمو مايكرو هايبو ماكرو هايبو اكوردنج تو كوز ابلاست ماتوريشن فيلير نيوتريشنال بلاد لوس هيموليتيك. الابلاستيك مين اللي باظ؟ بون مارو نوعها بيبقى نورمو نورمو. الماتوريشن فيلير يا نقص ب 12 اسمها برنيشوس يا نقص فوليك اسيد فوليك اسيد. النوع ماكروسيتيك هايبوكروم نقص الحديد هو اشهر حاجه في النيوتريشن اللي بيبقى مايكرو هايبو. البلاد لوس يا ايه يا ايه يا اكيوت يا كرونيك. الاكيوت نورمو نورمو الكرونيك مايكرو هايبو. الهيموليتيك يا هيريديتري يا اكواير. الهيريديتري سفيروسايتوز سيكل سيل انيميا ثلاسيميا والاكواير ملاريا وتوكسين وانكومباتبل كلهم بيبقوا نورمو نورمو مع الثلاسيميا مايكرو هاي. يبقى مين هم النورمو نورمو؟ اكيوت وهيموليسيس مع الثلاسيميا وابلاستيك. من المايكرو هاي ايرن ديفيشنسي وثلاسيميا وكرونيك. امال من الماكرو؟ ب 12 وفوليك اسيد نقص الهيموجلوبين كالسيوم انيميا زيادة كرات الدم الحمراء اسمه بوليسايسيميا اللي بتبقى نوعين يا بوليسايسيميا فيرا سكندري بوليسايسيميا. بوليسايسيميا فيرا مالجنة الرقم بيوصل من 8 ل 9 مليون. الهيماتوكريت من 70 ل 80. الفيسكوستي بتزيد. السكندري في حالات هاي التيتيود والنيولي بورن والرقم بيوصل ل 6. الانتجن على كرات الدم الحمراء يا ابو يا ار اتش. الابو في البلاد ترانسفيوجن والميديكوليجا للار اتش ثلاث انواع
يا سي يا دي يا اي اشهر نوع دي لو موجود الانتيجين يبقى ار اتش بوزيتيف مش موجود ار اتش نيجاتيف وكده كده الانتي بودي مش موجود الا اذا دم ار اتش بوزيتيف نقل ار اتش نيجاتيف في البلاد ترانسفيوجن والاريثروبلاستوزيس في تالس في المره الثانيه علاج الاريثروبلاستوزيس في تالس يعمل ريبليسمنت يعمل باسيف اميونايزيشن بانتي بودي يعمل اكتيف اميونايزيشن بانتيجين بلاد ترانسفيوجن من شخص غير الشخص هيتيرولوجس من دم الشخص اوتولوجس امتى انقل دم لما يبقى حاجه من الدم ناقصه وخد بالك لازم يبقى ابو ار اتش كومباتبل والاتش بي كونتنت ما ينفعش يكون اقل من 90 وما فيهوش امراض ومحفوظ عند حراره 4 لمده ما تعداش 21 واعمل كروس ماتشنج تيست الانكومباتبل بيعمل اجليوتينيشن وهيموليتيك هايبو هايبر هايبوتنشن هايبر كاليميا هيزود الكولويد هيشفت الكيرف ليفت مش رايت هيشفت الكيرف ليفت انيوريا وشستبيه كومبليكيشن انكومباتبيلتي الرجي انفكشن ديزيز ماسيف بلاد ترانسفيوجن لو اكتر من لتر في مريض كاردياك ديزيز كان بيعمل ايه في السيرميا هايبو ولا هايبر هايبو سيرميا كان بيعمل ايه في الكاليميا هايبر كاليميا الليوكوسايت يا ايه يا ايه جرانيلوسايت يا نون جرانيلوسايت اكتر كم موجود في مين نيوتروفيل العدد 4000 ل 11000 بيتصنعوا كلهم في البون مارو ما عدا جزء من الليمفوسايت الليمفا تكتشف فتره العمر من ساعات لايام خصائصهم يروح على الجنب مارجينيشن يعصر نفسه دايابيتيس يتحرك موتيلتي ينجذب هيموتاكسيس ياكل فاجوسايتوز بتاع الاكيوت انفلاميشن نيوتروفيل بتاع الالرجي والباراسيتيك زينوفيل هيبارين وهيستامين بيزوفيل انتي بودي بي لينفوسايت كرونيك انفلاميشن تي لينفوسايت الهايلي فاجوسيتيك اللي بتبقى اسمها ماكروفاج هي مونوسايت زياده كرات الدم البيضاء اسمه ليوكوسايتوز اللي بيبقى يا فيسيولوجيكال يا مالجنن امتى يبقى فيسيولوجيكال بريجنانسي نيولي بورن اكسرسايز ايموشن ميلز امتى يبقى مالجنن لوكيميا زيادتها عن 11000 اسمها ليوكوسايتوز ناقصها عن 4000 يبقى ليوكوبينيا